وهي تلحق بكل مواطن مصري وتلحق بنا. يعني انا هديكم مثلا دلوقتي مطروح، انا ابني الاستاذ خالد بيتحوط ان يتخذ الحادث يعني تكأة او ذريعة للتغول على الحريات. لا، في تغول اخر قادم في الطريق، ما يسمى وجوب اجراء تعديلات تشريعية. احنا على مدى عمرنا كله، والناس اللي بتتصدى لهذا مش فاهمة، يقول لك احنا القانون ده هو سمع كده، قانون الاجراءات الجنائية صدر سنة 1937، فات عليه كم سنة؟ هو مش عارف انه في خلال هذه السنوات احنا مصابين باسهال تشريعي، وانه ورد على قانون الاجراءات الجنائية مثلما ورد على قانون العقوبات مثلما ورد على غيرهما عشرات التعديلات. يبقى التصور ان القانون ده ما هوش محل مراجعات، لا، تصور غير صحيح. انما وجه الخطر المطروح الان مش لقانون الارهاب، قانون الارهاب نحن جميعا معه، انما في مسائل اعمق من هذا، ويجب ان نكون كرجال قانون متيقظين لها. انا سئلت عن تصور مطروح في مواجهة مغالاة بعض الزملاء المحامين في التمسك بسماع شهود الإثبات في قضايا قد يصل عدد الشهود فيها للمئات، وإنه التفكير كان متجها إلى إجراء تعديل في قانون الإجراءات الجنائية لا يلزم المحكمة بالاستجابة إلى طلب سماع شاهد الإثبات. على قدر إمكانياتي أنا قاتلت لدى من سألوني في أن هذا غير جائز، وشرحت الشهود المطلوبون أحد فريقين، إما شاهد نفي وطالبه هو شأنه في إعلانه، وبالتالي لا يمثل مصادرة على المحكمة ولا يعطل المحكمة، إن جاء التعطيل فسوف يكون من المحامي الذي عجز عن إعلان شاهده. إنما بالنسبة لشاهد الإثبات ده شاهد النيابة، ده شاهد أدرجته النيابة في قائمة أدلة الثبوت، وهي تتساند إلى شهادته في إقامة الاتهام ضد المتهم، فكيف يمكن أن يصادر على حق المتهم في أن هو يناقش هذا الشاهد الذي لعله في أقواله أمام النيابة لم يكن متمتعا بالحرية، أو كان تحت ضغط ما بين الترغيب والترهيب إلى آخره، وإحنا كلنا من ممارستنا نعرف هذا. ومعنى ان كنتوا تمشوا في هذا الاتجاه يعني انتوا بتهدموا صرح النظام القضائي في مصر. فيما يتصل باعلان شاهد الاثبات والزام المحكمه بسماعه فيها مئات من احكام محكمه النقض. معنى انك انت تعمل كده انك انت بتهدم ميراثك وتقاليدك القضائيه وتهدم العدل. انا بدي مثل واحد. لو سمحت يا فندم، يعني اللي عاوز يتكلم يطلع يتكلم بره. خلاص لو تكرمت، لو تكرمت. المسائل اعوص من النهارده، لسه كاتب للناس اللي على الفيسبوك بقت من ضمن المظاهر يتحدث في القانون من يعرف ومن لا يعرف، فلازم اشرح للناس اللي مش عارفه. قلت لهم طول اجراءات التقاضي ان لم يكن لتحقيق الدعوه، خلي بالك إن لم يكن لتحقيق الدعوة. ليه بقى؟ لأن لا يستطيع أحد أن يسمي تحقيق الدعوة الواجب إطالة للتقاضي. فأقول إن لم يكن لتحقيق الدعوة فمسؤوليته مسؤولية القاضي لا القانون، كده على طول. إنما أنك أنت تهدم أسس العدالة بمقولة أنك أنت عاوز ما يسمى، ناس بتردد العدالة الناجزة، ما هوش فاهم يعني إيه العدالة الناجزة ولا كيف تتحقق. فأنا بأشير إلى هذا لبيان أحد الأخطار المشرئبة، لأنه من ضمن الحاجات اللي احنا بنواجهها الآن اتعمل لجنة للإصلاح التشريعي شابها ما شابه اللجنة أو الجمعية التأسيسية لعمل الدستور، الثلاث جمعيات ترك أهل العلم ولجئ إلى تلامذة في سنة أولى حقوق ولا سنة أولى طب ولا سنة أولى طب أسنان إلى آخره، وكانت النتيجة يعني الدستور الأخير احنا كلنا وقفنا جنبه لسبب، ان احنا كنا نريد ان يمر وان يمرر. انما ليس معنى هذا انه كان كامل الأوصاف. يعني لكم ان تعرفوا فيما أثيره ان المادة 156 من هذا الدستور تلزم بأن القرارات الجمهورية بقوانين
التي صدرت إبان غياب البرلمان يجب أن تعرض على البرلمان في أول 15 يوم للإنعقاد. شيل منهم يوم انتخاب هيئة المكتب، شيل منهم يوم الجمعة، فضل 12 يوم. فإن لم يوافق على أي قانون، خلي بالكم بقى، زال بأثر رجعي ما كان له من قوة قانون. يتهدم الدولة القانونية وكل المراكز القانونية. وبالتالي عدم الالتفات إلى أنه التشريع في هذه المرحلة يجب أن يكون بمقدار وأن يكون محكوما بالحالات العاجلة يضيع البلد في 60 دقيقة. ليه؟ لأنه هذه القوانين تبقى طالعة على خلاف المبادئ الدستورية وحتصطدم أنا قلت المحكمة الناضي من أسبوعين، اتعمل تعديل أنا ما سمعتش بيه إلا هنا في القاعة في قانون الإجراءات الجنائية خاص لمصالحات جرى توسيعها. قلت لهم طب هنفترض القانون ده في مصلحتي انا الطاعن، بس انا مصلحتي يقضى بالنقض الحكم لعيوب في الحكم، مش لانك انت هتقول لي ده صدر نص اصلح وتغسل ايدك من القضيه وتقول لي روح. ما هم بقى دلوقتي بيحصل كده. قلت له انا هب ان هذا القانون عرض على مجلس النواب حين انعقاده فلم يوافق عليه. هتعملوا ايه بقى في مئات القضايا اللي قلت انها تنقض انتظارا للتصالح والقانون الاصلح. فعمليه التشريع دي مش عمليه سهله، مش عمليه بسيطه، مش عمليه تترك للهواه. فاللي لاحق بالجمعيات الاساسيه لاحق الان، حد يقول لي من في لجنه الاصلاح التشريعي؟ لجنه الاصلاح التشريعي هي بحكم فكرتها مناوئه لتوقيت او تاقيت عمليه التشريع ابان غياب البرلمان. ليه؟ لان الاصلاح التشريعي معناه المهل والاناه، ما هوش معناه الحالات العاجله. انا بدي بس ومضات اشارات عشان اقول لكم انه الـ 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 ما نواجهه كتير وخطير جدا جدا جدا. طبعا احنا بنتكلم النهارده وسنبكي بدل دمع دما وهنستمر نبكي على هشام بركات مثلما بكينا على الخزندار وما والنقراش وغيره 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 والناس اللي اتدبحوا في كرداس. يعني شهدائنا بقوا النهارده بغير عدل بغير حصر. بقت الدنيا لسه دلوقتي بيقولوا لي في سينا مش عارف طيب حاجه مصيبه. يبقى اذا لازم نبقى واخدين بالنا احنا البلد بالطريقه دي رايحه فين من هؤلاء. وبالتالي كان انا ممكن امبارح ابقى مختلف مع الاخوان، ولكن اعلم انه مش كل واحد جوه الاخوان ميال الى هذا العنف او ميال الى هذه الدمويه. فكنت اسمح لنفسي بألا اتخذ منه موقفا. الان تغير الموقف. ليه؟ لانه اللي يبقى على هذا الانتماء للاخوان بعد ان كشف المستور واستبان ان سفك الدماء فلسفه لهذه الجماعه، يبقى اللي يبقى على انتمائه اليها يبقى اقول له سلام عليكم، انت من طريق وانا من طريق اخر. برضه نكمل ونقول احنا رايحين فين. انا ما كنتش عاوز خالد يقول يعينه من المحامين، مش وقت نقول الكلام ده، لانه هياخد القضيه كلها الى ان احنا عاوزين نركب ركوبه كده يعني مش حلوه. لا مش وقته خالص دلوقتي. احنا دلوقتي المشكله جوه محاكم جنايات، جوه محاكم جنايات. وهذه المحاكم الجنائيه انا شايف واحد النهارده من الاقتراحات بتاعته الغاء امر اداء، الغاء المعارضه الاستئنافيه. طيب ده كان استبعنا مع حضراتكم كان جزء من نقابه